السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من السوق. اليوم مع الرمز معاكم رامي رشاد. النهاردة بنضيف سهم جديد للمحفظة الفنية الافتراضية للسوق الإماراتي، بنضيف سهم دانة للمحفظة الفنية. طبعا حضراتكم اللي بيتابعونا عارفين ان احنا خرجنا من اغلب الاسهم بتاعتنا بتاريخ 25 فبراير، اصبحنا 100% كاش. في خلال الفترة الاخيرة اضفنا سهمين او ثلاثة في يعني very short term trade، واغلبهم كانوا على ارباح. النهاردة بنضيف سهم دانا وعندنا اسباب هنشرحها لحضراتكم دلوقتي، لكن في البداية نتفرج على التكنيكال موديل بورتفوليو للسوق الاماراتي. بنضيف سهم دانا، اللاست برايس امبارح كان 58 فلس، المستهدف بالمستوى 67 وال70 فلس، وقف الخسائر عند مستوى 5.67، والويت في المحفظه 25%، فبالتالي التوتال اكسبوجر بتاعنا 25% اسهم و75% كاش. طيب ليه بنضيف سهم دانا للمحفظه الفنيه؟ هنبتدي الاول نبص على الديلي تشارت. ديلي تشارت كنا اتكلمنا قبل كده على ان السهم بيعمل حاجه ايجابيه. الحاجه الايجابيه هي من بداية يوم 17 مارس ابتدت أحجام التداول ترتفع بشكل واضح، وده كان في الواقع القاع السعري بتاع السهم. وكمان مش بس كده، كان في تغير تدريجي بيحصل في العلاقة بين العرض والطلب زي ما احنا شايفين الراوندينج فورميشن اللي بتحصل هنا. آخر ارتفاع كبير في أحجام التداول ظهر في جلسة يوم 31 مارس، وصلنا لمستوى تقريبا 59 فلس ورجعنا أغلقنا بشكل سلبي، ولكن بعد كده الحركة كانت حركة عرضية لمدة 3 جلسات بأحجام تداول محدودة. جلسة امبارح فيها حاجة ايجابية، لو حضراتكم خدتوا بالكم من الافتتاح لان السهم فتح بفجوة سعرية. في الغالب لما بيكون السهم عايز يخترق مستوى مقاومة مهم ويكون ده اختراق حقيقي، بيحصل اختراق بفجوة سعرية. السمارت ماني بلايرز مش بيبقوا عايزين ان هم يمتصوا البيع حوالين هذا المستوى، طبعا بنتكلم على مستوى ال 57 فلس، ولكن لما السهم يفتتح بفجوة سعرية اعلى مستوى المقاومة، لما احجام التداول ترتفع ولما يغلق اعلى هذا المستوى، دي اشارة ايجابية، خصوصا ان احجام التداول لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، ان كمان السبريد ما كانش كبير، فبالتالي قدرنا ان احنا نحط وقف الخسائر بتاعنا على اغلاق الفجوة السعرية، فبالتالي يعتبر الريسك بتاعنا محدود مقارنة بأبسايد بوتنشال كبير. هيوضح موضوع الاختراق على الافتتاح لمستوى المقاومة على الاورلي تشارت. بنشوف في اول ساعة بيتم الاختراق، بيتم باحجام تداول كبيرة، وبعدين في الساعتين اللي بعد كده بنشوف انخفاض، ولكن كمان بنشوف انخفاض في احجام التداول، فواضح ان مفيش اي ضغوط بيعية، وده اللي خلى السهم يبتدي يرتفع في اخر ساعة من التداولات. الصورة بتكمل الايجابية بتاعتها على الويكلي تشارت. الويكلي تشارت هنبص على بارتين مهمين هنا. البارة بتاعت هذا الاسبوع كان فيها انخفاض حاد جدا واختراق المستوى ده، ولكن ده كان في الواقع القاع السعري لغاية دلوقتي. ليه؟ عشان الاسبوع اللي بعديه شفنا ازاي السبريد اصبح محدود للغاية، شفنا السهم بيغلق اسبوعيا قرب الهاي، وشفنا ازاي احجام التداول قلت، واحجام التداول قلت بشكل كبير بعد اختراق مستوى الدعم، فكان واضح ان فعلا ابتدت الضغوط البيعية تقل. نتيجة لده شفنا الارتفاع بتاع الاسبوع اللي فات اللي حصل بسبريد قليل، ولكن ارتفاع ملحوظ في احجام التداول. فباختصار السهم بيحاول يلاقي قاع سعري عند هذه المستويات. الاختراق بتاع امبارح اختراق ايجابي، عشان كده بنضيف السهم للمحفظه الفنيه، وهنوري حضراتكم في الاخر ملخص لهذا السهم. طيب بالنسبه لمؤشر داو جونز اندستريال افريج، البارة بتاعت امبارح فيها حاجات كتيره جدا ايجابيه. هنبتدي من احجام التداول. احجام التداول ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنه باحجام التداول في اخر 7 أو 8 جلسات. السبريد بتاع البارة كان ايجابي بشكل كبير، الاغلاق على الهاي، ومش بس كده، لو جينا بصينا هنلاقي احنا عندنا فجوه سعريه هنا وفجوه سعريه هنا، فبالتالي ممكن يكون عندنا ايلاند فورميشن ايجابيه بشكل كبير، فبالتالي في حاجات كتيره ايجابيه على السهم امبارح. الاغلاق بتاع السهم اغلق اعلى شويه مستوى المقاومه اللي حواليه مستوى ال 22500، اغلقنا اعلى هذا المستوى بشكل طفيف. طيب فين مناطق المقاومه المهمه اللي ممكن يقابلها المؤشر؟ مناطق المقاومه المهمه هتبقى بين مستوى ال 23500 لمستوى ال 24000 نقطه. لو احنا بصينا على المنطقه دي هنلاقي المنطقه دي بتشكل تقريبا 50%
100% ريتريسمنت من الاتجاه الهابط اللي بدأ في منتصف شهر فبراير. فبالتالي فكرة ان احنا بنتحرك في اتجاه صاعد ده ابتدى يتأكد في جلسة امبارح، ولكن احنا بنتحرك في اتجاه صاعد في ظل اتجاه هابط لسه موجود معانا، ما حصلش تغير عليه، ما نقدرش نقول ان احنا دلوقتي لقينا قاع سعري، ولكن على الاقل عندنا بارة في غاية الإيجابية، وعندنا احتمال استمرار الارتفاع إلى منطقة المقاومة الثانية بين مستوى 23500 لغاية مستوى 24000 زي ما اتكلمنا، اللي هي بتشكل 50% ريتريسمنت من هذه النزلة. طيب فين بقى أهم مستوى دعم عندنا دلوقتي؟ هو مستوى 21500. يعني تحت أي ظرف من الظروف لو المؤشر هيفضل إيجابي هو ده مستوى في الخسائر. لو أي حد هيشتري في مؤشر الداو جونز أو في أي أسهم في السوق الأمريكي، وقف الخسائر بتاعتك لو أنت هتعتبرها على المؤشر هو مستوى 21500. طول ما احنا بنداول فوق هذا المستوى مع الوقت أتوقع إن الظروف هتبقى أفضل، ولكن اختراق هذا المستوى هيكون شيء سلبي. بالنسبه للبرنت كرود اويل، برنت كرود اويل امبارح الباره وجهه نظري كان فيها كتير من الايجابيه. الايجابيه جايه من حاجتين، جايه من السبريد اللي ابتدى ينخفض، او من ثلاث حاجات في الواقع، جايه من احجام التداول اللي انخفضت بشكل ملحوظ، وجايه من الاغلاق اللي جاء على قرب الهاي. فبالتالي لو احنا اتكلمنا على ان احنا كان عندنا سبلاي واضح في اخر جلستين، الباره بتاعت امبارح بتشكل اختبار ناجح لهذا السبلاي. ممكن نرجع نشوف محاولة أخرى لاختراق مستوى الـ 36 دولار اللي لو نجحت هيبتدي السهم دلوقتي بقى يواجه منطقة المقاومة الثانية بين مستوى الـ 38 والـ 45 دولار. بالنسبه لمؤشر دي اف ام جي اي، اخترق في جلسه اول امس مستوى 1700 نقطه، ولكن هو ثابت حوالين هذا المستوى، فبالتالي ما نقدرش نقول ان ده اختراق مؤكد. الارتداد طبعا المتوقع بعد الاغلاقات الايجابيه للسوق الامريكي اعلى هذا المستوى لو تمت باحجام تداول صحيه، ممكن المؤشر يشهد اختراق مستوى 1800 نقطه او 1850 عفوا، ولو ده حصل ممكن نكمل الارتفاع الى مستوى الى 2000 نقطه. على الجانب الاخر شهد المؤشر ابو ظبي امبارح ارتفاع كبير في احجام التداول، وهو على مستوى دعم مهم جدا مع فيري نارو سبريد بار، فبالتالي اقدر اشوف ان الباره بتاعت امبارح باحجام التداول بتاعتها تدينا رساله ايجابيه على ان احتمال كبير نشهد ارتداد من هذه المستويات. امبارح اتكلمنا على سهم منازل وعلى السلبيه بتاعت الباره دي اللي كان فيها احجام تداول كبيره، اغلاق على اللو، كان رد الفعل سلبي امبارح باختراق او استكمال اختراق لمستوى ال 30 فلس، ثبات السهم اسفل مستوى 30 فلس بيأهله الى مزيد من الانخفاض، ممكن نشوف مستوى ال 25 فلس. من الاسهم اللي لفتت نظرنا امبارح هي سهم اعمار ديفلوبمنت. اعمار ديفلوبمنت لفت نظرنا بعد اربع جلسات من الاغلاقات على الليمت داون، امبارح السهم بيرتفع باحجام تداول كبيره للغايه. هيوضح اكتر الصوره بتاعت اعمار ديفلوبمنت والايجابيه اللي فيها، يعني ده من الاسهم اللي كنا عايزين في الواقع نضيفه للمحفظه الفنيه، ولكن يعني هقول بس في الاخر ايه السبب اللي خلاناش نضيفه للمحفظه. ولكن النمط الفني ايجابي بشكل كبير، شفنا ارتفاع في اول ساعه احجام تداول كانت كبيره، شفنا انخفاض بعد كده واختبار للسبلاي ناجح ما كانش فيه احجام تداول كبيره، وشفنا رد فعل لهذا الاختبار للسبلاي رد فعل ايجابي بارتفاع كبير باحجام تداول مرتفعه بشكل نسبي. هرجع ثاني للتشارت ده ونتكلم على ليه ما اضفناش السهم للمحفظه، ولكن لما نيجي نبص على الويكلي تشارت هنلاقي ان لغايه دلوقتي واحنا لسه فاضل لنا ثلاث جلسات لنهاية هذا الأسبوع، سهم إعمار للتطوير بيعمل أكبر أحجام تداول أو ثالث أكبر أحجام تداول في بارة سلبية، أقصد بيها الإغلاق أقل من الإغلاق الجلسة اللي قبلها من ساعة ما نزل في التداولات، فبنتكلم على أحجام تداول فعلا عنيفة في هذا الأسبوع. طيب السهم متوقع دلوقتي إن هو يبتدي يطلع لمستويات زي مستوى الدرهم 95 زي مستوى الدرهمين 5. كان في ناس كتير عايزة تبيع السهم، ولكن فكرة إن هو كان دايما بيقفل على الليمت داون كان بيخلي يعني الاوفر هانجنج سبلاي موجود لسه عندنا، فبالتالي اتوقع ان مع طلوع السهم مع كل هذه المستويات السهم هيواجه بعض المقاومه اللي ممكن تخليه يتراجع بعض الشيء، ونبتدي بقى نحلل السهم في التراجع، هل بيتراجع بضعف، هل المشتري قادر ان هو يمتص الاوفر هانجنج سبلاي اللي موجود ده ولا لا. سهم الدار على مستوى دعم مهم جدا، بيبني احجام تداول كبيره وباره فيها ايجابيه، اتوقع ممكن يحصل عمليه ارتداد من هذه المستويات الى مستوى الدرهم 70 طول ما احنا بنحافظ على ثباتنا اعلى مستوى الدرهم 35. اخيرا تاني بنذكر حضراتكم بالمحفظه الفنيه الافتراضيه للسوق الاماراتي، بنضيف اليها سهم دانة غاز، التارجت بين مستوى 67 و70 فلس، وفي الخسائر هيبقى اسفل مستوى 567، الويت او الاكسبوجر بتاعنا 25%، توتال اكسبوجر 25% اسهم 75% كاش. ده كان كل حاجة النهاردة، أنا بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم رامي رشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.